اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام اينما كنتم. هنا ملعب لوسيل ومعكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نلتقي لمتابعة نهائي بطولة كأس العالم. المونديال يصل إلى محطته النهائية، محطة الاحتفالات ورفع الألقاب. هنا مباراة تلعب على كل شيء، هنا مباراة من أجل التاريخ، من أجل المجد والذهب، هنا مباراة ستشهد على تاريخ ونسجله بالتأكيد وندونه ونستمتع بهذه الأجواء الرائعة. والمباراة الكبيرة، انجلترا يواجه منتخب الارجنتين. مارتينيز ينجح في التصدي بشكل ممتاز. مساندة تصل الان، افضليه للهجوم والكره مع راكسي تانجو. خطا مره اخرى، لكن هذه المره يتم احتسابها. فرصة خطيرة جدا امام المرمى، لكن الرأسية افتقدت الى الدقة وبالتالي الكرة بتضيع. نيكولاس أوتامندي، دي بول، تدخل يبعد الكرة. ميسي بيحافظ على كورته، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة. كرة بتتخلص الآن. الكرة غيرت مسارها وخرجت إلى ضربة ركنية. يا الله، ضاعت الفرصة، كانت قريبة جدا. نعم، وصل للكرة، شوفوا الضربة الرأسية، لكن لم ينجح في وضع الكرة داخل الشباك. الأرجنتين عرفت المجد العالمي في مناسبتين، عامي 78 في الأراضي الأرجنتينية وذكريات كيمبس، و86 في الأراضي المكسيكية وذكريات الأسطورة مارادونا. كذلك خسروا النهائي في أعوام 30 أمام الأورغواي، 90 و2014 أمام الماكينات الألمانية في المناسبتين. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. فيليبس، هاري كين، ماونت، بوكايو ساكا. هاري كين ومحاولة الآن. الله على الكرة في المرمى. هدف أول يأتي، المنتخب الإنجليزي يتقدم في نهائي البطولة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. يستمر اللعب الآن ل4 دقائق إضافية يحتسبها حكم اللقاء. كايل ووكر، والصافرة الآن تعلن عن انتهاء شوط المباراة الأول. والآن نعود إلى أرض الملعب مع ضربة بداية الشوط الثاني من نهائي كأس العالم. الآن يبحث عن استخلاص الكرة بعد ما كانوا مسيطرين عليها. يتحرك سبيله ويفتح اللعب ويطلب الكرة. جوفاني لوسيلسو، تحولت للفريق الخصم. فيل فودن، هاري كين، كرة بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. كرة تتهادى عند حارس المرمى. دي بول، لوسيلسو، أنخيل دي ماريا، لوتارو مارتينيز. صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. بوكايو ساكا، ماونت، هاري كين وفرصة هدف الآن. حاول التسجيل مرة أخرى، شوف حارس المرمى في المكان المناسب، تصدى لهذه الكرة. برافو، اختار بأن يمررها إلى الزميلة. تمركز ممتاز يساعدك في قطع الكرة. بيلعبها قصيرة الزميلة. يبعد الخطورة. 7 دقائق على نهاية هذه المباراة. لوسيلسو، لياندرو باريدس، دي بول. تقدم ممتاز باتجاه المرمى. كايل ووكر، بوكايو ساكا. والآن تأتي الساطرة لتعلن عن نهاية المباراة وبداية الاحتفالات الإنجليزية في كل مكان. خلاص انتهت الحكاية، إنجلترا بطلة لكأس العالم. انظر إلى الفرحة الكبيرة في الملعب، شاهد السعادة على الوجوه، لحظات النشوة، التاريخ الذي